وإذا البشائر لم تحن أوقاتها فلحكمة عند الإله تأخرت سيسوقها في حينها فاصبر فاصبر لها حتى وإن ضاقت عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك صلاة كاملة على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وتقضى به الحوائج وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بشائر وبشرى. عنوان هذه الحلقة: لماذا تأخر النصر؟ لسان حال الكثير من الناس بأن النصر تأخر. كيف يحصل كل ما يحصل؟ الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما يحصل ولم يأتي النصر بعد. والأصل أن النصر وليد لحظة، كن فيكون. الله سبحانه وتعالى إن أمر بشيء يكون. إذن لماذا تأخر النصر؟ وهذول الناس اللي كتار اللي بتسائلوا لوقت إيش بتضل الوضع هيك، والإشي طول، والواحد بطل قادر يصبر، بطل قادر يتفرج، بطل قادر حتى إنه يستوعب هذا الشيء اللي بصير. بصراحة هذه الإجابات وردت في السيرة النبوية، وردت كمان بنصوص قرآنية. سبحان الله، كان لابد إن الإنسان يوقف وقفة إيمانية مع هذا القرآن، وقفة تدبر عشان يقدر يجاوب على كل هالأسئلة. وإحنا ليش أصلاً بنتدبر القرآن؟ وليش شهر رمضان هو مدارسة القرآن؟ ليش؟ عشان أنا لازم، إذا أنا القرآن ما قدرت أطول منه إجابات على أسئلة بتراودني، يبقى أنا ما بقرأ القرآن صح، أو أسأل عن أمور أنا مش فاهمها، يبقى أنا شخص ما بدي أتطور في طريقي إلى الله. عشان نتطور في طريقنا إلى الله بدنا نسأل وبدنا نجاوب وبدنا نعرف العلماء شو تكلموا لحتى يزول كل الإشكال عندنا. طموحات المسلمين طبعا إن ربنا رح يهلك هدول الكفار بسرعة، وإن ربنا رح ياخد لنا حقنا منهم. فسبحان الله، الله يعرف وقادر ولا يعجزه شيء. طيب، عجلة المسلم في تحقيق النصر هذه، هل هو إشي غريب علينا ولا لا؟ بصراحة لا، مش غريب علينا من مرة. ليش؟ أول شغلة، خلق الإنسان عجولة. الإنسان بطبعه هيك، بحب العجلة، بده كل شيء بسرعة، بده يتجوز أحسن إشي، وبده يجيب أحسن أولاد، وبده وأشطر أولاد، وبده يكون في أحسن وظيفة، وبده يكون رئيسه في العمل أحسن إنسان، وبده كل الناس تقدر قيمته، وبده وبده وبده، وبده الرزقة تيجي بسرعة، وبده يبني، بده إشي سيارة، بده يعمل. فهو الإنسان بشكل عام خلق عجولة، سبحان الله. طيب، العوض بيجي بس مش زي ما أنا متخيل، بيجيني العوض بس بما يراه الله مناسب وفي الوقت المناسب. بعض الصحابة الكرام الجديد في الموضوع نفس الإشي صار معهم، تسائلوا، هم صحابة وجنبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وشايفينه كل يوم، ومسألوا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يغضب من طريقة هذا الصحابي في خطاب النبي بهذه الطريقة، اللي هو الصحابي خباب في الحديث البخاري: ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ ألا تدعو لنا؟ النبي احمر وجهه وغير جلسته وكان متكئ، فرجع قعد لأنه سمع كلامه، سمع طريقة اللي هي رد عليها النص القرآني في قوله تعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يا سلام على هاي الآية، فلا تعجل عليهم، ما تعجل على شيء، لأنه رب العالمين قاعد والشاهد في الموضوع، يعني بحضرنا بحضر، ورب والناس كمان كلها مستعجلة، حتى الصحابي هذا كان مستعجل. طيب، المفاجأة الثانية، مش بس الصحابي كمان كان مستعجل، بتصدقوا انه في كمان حدا من الانبياء كان برضه مستعجل النصر؟ مش بس صحابي، يعني كمان نبي، كان نبي، وكان لما شاف المسلمين صار فيهم كل هذا اللي صار، صار مستعجل النصر، ونزلت الآية القرآنية اللي بتقول: أما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. رسول، رسول، رسول الأمة هاي في ذاك الوقت، يعني هو اللي حكى هيك من الأنبياء والرسل، من الأنبياء والرسل: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. طيب، وصل الأمر إنه حتى الرسول هون
يقول. النبي طبعا حماه الله من انه يستعجل النصر. ليش؟ لانه كان عارف انه يجاوب على هذا التساؤل. والجواب واحد، ان صفات الله سبحانه وتعالى تختلف كليا عن صفات البشر. يعني رب العالمين عنده الصبر والحلم، والله سبحانه وتعالى يعني عنده طريقة في تدابير الأمور إحنا ما بنعرفها، فهي نظرة مختلفة جدا. النظرة العاطفية عندنا غير عن نظرة الله سبحانه وتعالى في تدابير الكون. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. يعني لو ربنا مش حليم علينا ومش صبور علينا كان زمان خسفنا، وكان زمان انتقم من الناس اللي ظلموا وبغوا وعصوا وعملوا كل هاي الأمور. طيب، ولكن بتقول الآية يؤخرهم إلى أجل لأجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني ساعة اليهود لم تأتي بعد. هذا الكلام اللي رب العالمين بده يوصل لي إياه من خلال هذه الآيات القرآنية. وعلى فكرة حتى الأقوام اللي ربنا خسفهم بالرياح وخسفهم بالخسف بالإغراق ما كان الإشي من أول مرة. يعني سيدنا نوح نبي يدعي الله سبحانه وتعالى 950 سنة، ويعني كتير كتير طول في الدعوة، وكتير طول وهو يصبر ويهدي على القوم اللي عنده ويقول يا رب وكذا. يعني ربنا كان قادر أنه بعد 30 سنة يجيب هالطوفان، كان قادر، بس ربنا يعني أمهل وقت طويل جدا. الشاهد في الموضوع أن ربنا بنتقم بس في وقت هو بيكون شايفه صح. تقول الآية القرآنية أو يقول الحديث النبوي الشريف، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يا لطيف، إذن فيه ربنا بعطي بمهل، يعني بمهلهم لغاية ما يظنوا إنهم أهملوا، ولكن ربنا لما يجي يأخذ الحق بيأخذ. طيب، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هو اختيار الله، هو تدابير الله، هو قدر الله، وما علينا إلا الاستسلام. الاستسلام بالرضا، الاستسلام بتدابير المولى عز وجل. لأنه اختبارات المؤمن متعددة، في منها منع وفي منها عطاء، وفي منها بالألم وفي منها بالجوع، وفي منها بالحروب وفي منها بالأمان وفي منها بالخوف. هي ابتلاءات بإذن الله. لكن تأخير النصر هل هو رحمة ورفعة ومغفرة أم عقاب وبلاء؟ سؤال قاسي بصراحة، بسألوا كتير من الناس، ولكن العلماء برضو أجابوا هذا السؤال جواب منطقي جدا، وقالوا إن كانت الأولى أي أنه رفع الدرجات وتكفير خطايا فمرحبا. وهذا طبعا يذكرنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله به عنه، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه خطيئة. إذن رب العالمين قال لك إنه أنا مش رح أصيبك ولا بشيء إلا أكفر لك عنك خطاياك. وإن كانت النتيجة الثانية أو إذا كانت الشغلة الثانية إن الأمة ربنا بده ينبهها لشيء الأمر علاجي، بده ينبهها لشيء، فممكن تكون الأمة فيها بعض الأمراض من الفرقة والتنافر والتناحر بين المسلمين والجهل ببعض الأمور، فأراد الله أن يعلمها كيف تكون هذه الأمة متماسكة وكالبنيان المرصوص. إذن النصر بإذن الله لحظة وقرار من الله سبحانه وتعالى. يعني كل ما علينا فعله هو مراجعة أنفسنا برضه، ما حدا يتخلى عن المسؤولية، لأن المسؤولية مشتركة وعامة، ما في أي واحد معفي من المسؤولية ومعفي أنه يتخلى عن المسؤولية وأنه هذا ما إله دخل في الموضوع. كلنا إنه دخل في الموضوع. يمكن معصية أنا أبطل أعملها، أناجي ربنا أنه ربنا يرفع الغمة عن هذه الأمة ويستجيب. وإحنا كلياتنا بنعرف قصة سيدنا موسى لما دعا أنه ربنا ينزل المطر على هذا الأمة اللي قعدت فترة في عندها قحط وجدب، رفع وكان الإشي صاير بمصيبة أو بمعصية ارتكبها أحد الناس. فهذا سيدنا موسى قال لهم إنه رب العالمين مش هينزل المطر إلا لما واحد فيكم يتوب ويعترف بمعصيته أمام الله. فهذا الرجل من بين كل الناس عرف إنه عاصي ورفع راسه للسماء وقال اللهم إني أشهدك أني تبت الآن، فورا نزل المطر. إذن هو أخطأ ولكن العقوبة كانت جماعية. فعشان هيك ما تستهتر بدعوة ولا تسبيحة ولا سجدة بنص الليل ولا دمعة قهر وحزن ندعي فيها ربنا اللهم انصر هذه الأمة، اللهم ثبت المسلمين في كل مكان وكن لهم ناصرا ومثبتا ومعينا يا الله. ما بدنا نستهتر في الدعاء، وخصوصا وإحنا مقبلين على هذه 10 أيام اللي إحنا
نملك فيها أعظم سلاح غير مرئي، ألا وهو سلاح الدعاء. المؤمن يدعي ويتوكل على الله، ويمكن رب العالمين يرضى عنا ويغير كل ما في هذه البلاءات، وإن كانت هذه البلاءات تحمل في طياتها الكثير من المنح غير المشاهدة. هيك بنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، على أمل إن نكون وجدنا الإجابة الواضحة والصريحة في إن رب العالمين يمهل، من سنة إنه يمهل دائما الظالم حتى إذا أمسكه لن يفلته أبدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذا البشائر لم تحن أوقاتها فلحكمة عند الإله تأخرت، سيسوقها في حينها. فاصبر فاصبر لها حتى وإن ضاقت عليك.